الصينة تغري شباب اليوم بالشكل والبدي. الجمس والصالون والجايب والقلاب يحرص علي من عرف قيمة الجيوب، وبعض المواتر قادمه من بلاد الصين تغري شباب اليوم بالشكل والبدي. الجايب والصالون والجمس والقلاب يدري بها يعرف بها لا 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 قيمة الجيوب، يحرص عليها من عرف قيمة الجيوب، بعض المواتر قادمه من بلاد الصين تغري شباب اليوم بالشكل والبدي. الجمس والصالون والجايب والقلاب يحرص عليها من عرف قيمة الجيوب، وبعض المواتر قادمه من بلاد الصين تغري شباب اليوم بالشكل والبدي. أكبر جبل تم ما جال قلاب، من صوتنا تهتز من كثرة الجيوب، من طنختي يا أبوي ما أبغاكم توصينا، أخيلا بالعين وتهدى يدي.
لا 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 نروح ونجي كل يوم مع عقاب نوصل على التوقيت من فايت الدروب من يوم سواها الدركت على جنبينا الحين يطلعها أمريكي وعايتي نروح ونجي كل يوم مع عقاب نوصل على التوقيت من فايت الدروب من يوم سواها على جنبينا الحين يطلع أمريكي وعايدي يالله دخيلك منعنا الوقت والعقاب حتى ولو كنا على وقتنا دروب حتى منعنا وقتنا دروب هرجن مثل شمس الظهيرة وهرجن بينا يلي تسولف ورايح وعايدي الشهر وردت على المينا مدري بها يا بوت والله
أنا سبحت البحر وادري عن الأشياب وكل واحد لنا رضم مشروب الخازنة اللي ذا الشهر وردت على الميناء مدري وادري عن الأشياب وكل واحد له نهار الظما مشروب الخازنة اللي ذا الشهر وردت على الميناء مدري بها يا قوت ولا زمردي يا لا 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 بين الردي والنعم يا فتى علمينا ما قولك بالنعم والزمردي يا لا زهرات شبابي من بعدها ترى شياب زهرات شبابي من بعدها ترى شياب وش بنا في ذا الوقت وش من عسل وشروب بين الردي والنعم يا عرب علمينا في ذمتي ما يقضي اللازم الردي Thank you.
لا 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 ما يا البحر وجد ولكن ما هو عذاب ما هو مثل دجله والفرات والدنوب حنا نبي رشفه من العذب يا ساقينا ما عاد نبي عد المغثراب وما ندي ما يا البحر واجد ولكن ما هو عذاب ما هو مثل دجله والفرات والدنوب حنا نبي نرشفه من العذب يا ساقينا ما عاد نبي عد المغثراب وما ندي من يمنعك من سطوة الموت والعذاب من جاب لك نوب من العلم والدنوب من مات من ويلات برماه ومن سقينا والله ما نحمل رفاته وما ندي لو كان أبو سالم تعلى على السحابة يمدي يهدر إن البدر ما يضي مقلوبة والصاحب اللي تسمع والصاحب اللي يسمع الشاور منا بينا يمديها مرس هاي لويلة يمديها عارف ان البدر ما يضي مقلوبه واللي تسمع
للمشاوير من بينا يمديها مر جدي يمديها مر سايلة ويلا وحال جدي وكان أبو سالم تعالى على السحاب يمديها عارف أن القمر ما يضي مقلوبة والصاحب اللي يسمع الشاور من بينا يقدر يمر سهيل ويلا حسيبك الله دومي أن مربونا بين عذاب يرعي وفرد على الجدي ماني مقدم لا عريضة ولا انسحاب ترى الأسد يعمي عيونه ويضي مقلوب وحسيبك الله دومي النامر بونا بين عذاب الرعي وفراد على الجدي يا ابو زياد متى مدامتنا فتحنا الباب متى نشوفك مثلنا ترسل المندوب وديك يا المنظر نعداه مثل ودينا سيلا انتهى توه وسيلا موردي يا ابو زياد مدامتنا فتحنا الباب متى نشوفك مثلنا ترسل المندوب وديك يا المنظر نعده مثل ودينا سيلا انتهى توه وسيلا ليتك تسوي مثلنا ترسل المندوب وديك يا المنظر
صرنا عداه مثل ودنا سيلان تهت وهو سيلان موردي لا 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 إن كان ودك تزرع الود تقول ما عد دونه وتقاوم الردي متى يسود الود وتعودون احباب بعض المشاكل سم يا دوب يا دوب إن كان ودك تزرع الود والودين أتقول ما عد دونه وتقاوم الردي معكم من الساعة 3 وبغيتوا نصلي الفجر أنا ما عندنا مشكلة